تستفيد إذا تصرفت حالك. مرتي ضايعة ولازم دور عليها. بتراقبوا لي، لازم أعرف كل تحركاته. حاضر سيدي. أمير على مهلك خفف شوي، لك رح تعمل حادث خليني سوء عنك. طب قال لي لوين رايحين؟ ظافر بيعرف كل شيء. ومو هو شريكنا؟ ليش لحتى يأذيك؟ كل شيء عم بصير من تحت راسهم. طيب وشو بده من عاصي لحتى يخطفها؟ اليوم رحت ونهيت كل شراكتي معهم، ما قدر يتحمل هالشيء، يبدو بده ينتقم. خود مساح العرق عن وشك. دير بالك. إحسان شوفي ليش فقت؟ ومن مين هالتليفونات يلي اجتك؟ هدول من مزرعة سامي بيك، عندهم مشكلة بزريبة ولازم روح شوف لهم إياها وارجع. أوف، معقولة يتصلوا بهيك وقت؟ ما عندهم حدا غيرك يساعدهم؟ والله أنت عطيهم وش زيادة، يعني لهلأ ما قدروا يصلحوا هالزريبة تبعهم؟ طبعا إحسان موجود بجنبهم بيصلح لهم إياها، يعني حبكت معهم ينقلوا الدواب هلأ بالليل. نامي أنت لا تخافي ما بطول. انه ليش عم نفوت على مخزننا مثل الحرامية؟ شو بدك؟ على شو عم تدور؟ امير انت جنيت؟ نسيت شو قال لك النائب العام؟ لحالنا ما فينا نعمل شيء، حط عقلك براسك. رح اعمل المستحيل لرجعها. كريم مانك مجبور تيجي معي. امير ترك المسدس. كريم ما في وقت، روح قول للشرطة كل شي صار. عاصي بين ايديهم وبدك ياني يقعدوا استنى الشرطة؟ اصلا هن عم يستنوني. انا رايح. اذا هيك انا جاي معك. شبك ليش متفاجئ هيك؟ يلا امشي. قلت لي لازم اجي بسرعة، شو صاير؟ احترق بيت عاصي وامير. شو؟ شو عم تقول؟ طب الاولاد حدا صار له شيء؟ لا ما حدا صار له شيء، لا تخاف. الاطفائية قامت بالواجب. نشكر الله. وينهم؟ لازم احكي معهم. اتصل فيني قبلها، قال لي انه غلطان بالرقم مسكر، بس انا حسيت انه في شيء. ما رح يرد، لا تعذب حالك. اذا بتقدر احكي لك. عاصي ما موجودة. شو يعني عاصي مو موجودة؟ انت شو عم تحكي؟ امير قال لي انه رايح يدور عليها، بس ما اطمنت، في شيء مر واضح. كيف يعني؟ فهمني اكثر. في احتمال تكون هالشغلة صارت بطريقة مقصودة. قربنا البيت فوقاني تحتاني، ما لقينا اي اثر. احتمال تكون خطفت. عم فكر انه ممكن يكون هالشيء له علاقه بشغل امير، بس هو ما بده يحكي شيء. شو رايك؟ مين ورا هالشغله؟ ما بعرف. لازم فكر شوي. خليني استوعب اللي صار. انا متاكد انه امير عم بيخبي شيء. ما مين عم يشتغل، فكر شوي. احسان صحصح معي، انا بحاجه لمساعدتك. أنا كل اللي بعرفه أنه أمير دخل مناقصة. ممكن يكون هالشي لأنه هيك مناقصات كبيرة بصير من وراها مشاكل كتير. غير هيك شوفي كمان. حذرته كذا مرة من الجماعة اللي عم يشتغل معهم. كويس، رح ناخد أسماء ونشوف، بس لسه ما لنا متأكدين أنه عاصي مخطوفة ولا لا، لهيك رح نخلي الموضوع سري.
واتمنى انت كمان ما تحكي شيء. اذا انتشر الخبر بتكون صعبة شغل الشرطة. بدي اروح معك على المديرية لحتى اطمن على بنتي. انا بفضل تبقى هون ورح خبرك بكل شيء اول باول، لا تقلق. شو بقلها لنا يا ريمان؟ بهيك ظرف الافضل انه ما تعرف شيء. لازم ما ينتشر الخبر. اذا عاصي مخطوفة ما بدنا نعرضها للخطر. أمير سريع، كانوا في حدا لحقنا. بتكون الشرطة. سيارة مدنية بس كأنه الشرطة. لحقينا من وقت ما طلعنا. شفتون؟ شفتون. انتبهولنا، طلعوا على الطريق العام، استلموهم دغري. شو اللي مخليكي فايقة لهلا؟ سمعت صوتك قلقت، وين كنت بهالليل؟ زريبة تبع سامي بيك فيها مشاكل. شفتك واقف بالجنينة وعمو رامز معك. ايه، كان مرق بسيارته ووقفنا وحكينا شوي، يلا خلينا نفوت. شي غريب، شو اللي خلاه يمر بهذا الوقت؟ بابا كأنه في شي. حاجة فاتن، خلص ما عدت صغيرة بابا، مبين على وشك انك قلقان. بكفي اسئلة بقى، ما تصيري مثل امك بتحبي تتدخلي بكل شي. يعني ما بقدر احكي مع رفيقي شغلة خاصة؟ خلص انا اسفة. وينو امير؟ على اساس تجوا اثنيناتكم وهيك حكينا على التليفون. نزل سلاحك. عاصي وينه؟ نزل سلاحك. نزله انت. قلت لك نزل سلاحك. دير بالك السلاح بايدك مو منيح. اللي وينه؟ نزل سلاحك يا حبيبي. يلا لشوف الاول نزله. ماني واثق فيك. نزلوا سلاحكم. وقفي، حاجة تخبطي. في حدا هون؟ وين أنا؟ حدا يفتح لي الباب. مين أنت؟ ليش أنا هون؟ لك شو بدك مني احكي؟ لا تخافي، عدي وافطري. اهدي. ما عم تسمعي؟ عم قلك اعدي، لا تعندي. طلعني من هون. افتح الباب. نزلوا سلاحكم. لا تخاف، هي ما نزلوه. ما عم تسمعوا؟ قلوا لي نزلوا سلاحهم. يلا انت وياه.